5 6 من كتاب Basic English Grammar هنتكلم عن حاجة اسمها بالعربي المحددات Determiners. Determiners يعني المحددات. المحددات دي هي كلمات words، زي مثلا this هذا those هؤلاء my بستعملها للملك ليا، لما اقول my book يبقى معناها كتابي، my car يبقى عربيتي، their ملكية لهم، لما اقول their car يبقى عربتهم، which they are special adjectives. الصفات دي عبارة عن صفات خاصة بتستخدم before nouns، بنستخدمها قبل الأسماء. بالنسبة للarticles، the words a و an و the belong to this group. group of articles عندي a وعندي an وعندي the. طبعا احنا شرحنا قبل كده الفرق بين a و an، وقلنا ان an بتستعمل قبل الحروف المتحركة a i e o u، وقلنا في فرق بين الحروف المتحركة والأصوات المتحركة، ينفع أقول a European وفي نفس الوقت ينفع أقول an honor. طيب the words a and an are called indefinite articles. يعني indefinite يعني غير محددة. لما أقول a أو an، لما أقول مثلا I have a car، أنا عندي عربية، عندي عربية من بين ملايين العربيات، هنا ما أقصدش حاجة معينة. لكن لو قلت I drive the car to school مثلا، يبقى أنا أقود العربية إلى المدرسة، هنا the car حددت عربية واحدة، يبقى ده definite article. يبقى A و an indefinite، لكن the definite article. You can use them with singular nouns to talk about any single person or thing. بنستعمل A و an علشان نتكلم بيهم أو نعبر بيهم عن singular nouns، يعني الأسماء المفرد، علشان نتكلم عن single person شخص واحد or single thing شيء واحد. زي الجملة دي، can you hear a bird singing؟ ده سؤال يقولي هل تستطيع سماع الطائر يغني؟ can you hear a bird؟ هنا ما يقصدش طائر بعينه، هنا ممكن انت سمع صوت طائر لكن ما بيشاورش على حاجة. هنا do you wear a uniform to school؟ do you wear a uniform to school؟ هل ترتدي uniform معناها زي موحد إلى المدرسة؟ this is a picture of an elephant. This is a picture of an elephant. A حطناها قبل كلمة picture لأن picture دي مفرد، و P حرف ساكن عشان كده حطينا قبلها A. elephant حطينا قبلها an لأن الE حرف متحرك. This is a picture of an elephant. هذه صورة فيل. Rudy is reading a book. Rudy يقرأ كتاب. Mom bought me a new dress today. ماما اشترت لي فستان جديد النهاردة. You will need an umbrella when you go out. هتحتاج شمسية لما تطلع برا، وفعلا النهاردة مطرت. She eats an apple a day. She eats an apple a day. إنها تأكل تفاحة في اليوم. يبقى the article an is used أو is usually used before words beginning with vowels. زي ما قلنا an بتيجي قبل الكلمات اللي بتبدأ بvowels. vowels يعني حروف متحركة. The article a is used before words beginning with consonants. الارتكل A بيستخدم قبل الكلمات اللي بتبدأ بحروف ساكنة consonants. الحرف الساكن هو أي حرف ما عدا الخمس حروف دول A, I, E, O, U. بالنسبة لكلمة the، the is called the definite article. the definite article احنا قلنا انها معرفة. لما اقول استخدم the car يبقى انا حددت العربية بالذات، عربية معينة. use the before a noun قبل اسم when you are talking about a certain person or thing. هنا ما قاليش when you're talking about any single or thing، any single thing or person. هنا بيقول لي هنستخدم a و an قبل اي شخص او شيء، لكن تحت بيقول لي about certain. certain معناه محدد، يبقى انا بحدد شيء معين او شخص معين. زي الجملة دي the telephone is ringing. احنا ما عندناش كم تليفون في البيت، هو تليفون واحد، يعني لما اقول التليفون بيرن يبقى التليفون اللي قدامي. هنا where's the cat، اين القطة؟ I think she's under the bed، اعتقد انها تحت السرير. طبعا استخدمنا الشيء للتعبير عن القطة مع انها غير عاقل، لان دلوقتي احنا عارفين هي ولد او ولا بنت، يعني انثى ولا ذكر. Tom has won the race. Tom has won the race. Tom كسب السباق، سباق بعينه. Granny is sitting in the garden. قاعدة في الحديقة. طبعا garden معناها حديقة البيت. The street is very busy today. الشارع زحمة جدا النهاردة. The sky is getting dark. طبعا ما فيش غير سما واحدة في أي حتة.
The sky is getting dark, يعني السماء تظلم. The ice is melting. الثلج يذوب. You also use the before a noun when there is only one. بنستخدم the قبل النون حتى لما بيكونش الحاجة اللي قدامي دي حاجة واحدة، زي السما مثلا. لما أقول the sky مفيش غير sky واحدة في الدنيا. لما أقول الشمس the sun، لما أقول القمر the moon. The sky the front door of my house. The front door of my house يعني الباب الأمامي بتاع البيت. The back door of my house هو باب خلفي واحد. Demonstrative determiners بنستخدم الwords دي اللي هي this, that, these, those، باعتبارهم طبعا جروب تاني من الديترمينرز اللي هما demonstrative. بنستعملهم كأسماء إشارة كده بالعربي زي هذا، ذاك، ذلك كده. They are used to tell بنستخدمهم علشان نقول which thing or person you mean، أي الأشياء تعني أو تقصد إيه باللي أنت بتقوله. These words are called demonstrative determiners or demonstrative adjectives. Adjectives يعني صفات. لما أقول I'm keeping قبل ما نبدأ في الجمل لازم نحدد إن. This with that بستعملهم للمفرد. These with those بستعملهم للجمع. الفرق ما بينهم إن this للمفرد القريب. لما أقول this is a ball، هذه كرة، ده معناه الكرة قدامي. لكن لما أقول that is a ball يبقى الكرة بعيدة. These بستعملها للقريب بس الجمع، وthose بستعملها للبعيد الجمع. أول جملة I am keeping these box، أنا أحتفظ بهذه الكتب، بيشاور على الكتب، هي مش قدامه بالضبط. I am selling those box. I am selling those box يبقى those بيشاور عليهم لأنهم بعاد. Keeping these box الكتب اللي قدامه، هتلاقوا هنا في الصورة عندي شوية كتب هو ماسكهم وشوية كتب بيشاور عليهم. اللي ماسكهم قدامه قال عليهم these، لكن البعيدة قال عليها those. الجملة الثانية James lives in this house. James يعيش في هذا المنزل، أنا بشاور على البيت والبيت قدامي عشان كده استعملت this. لما أقول this ice cream is delicious معناه أنا ماسك الكون بتاعت الآيس كريم وبقول على دي لذيذة قوي. How much is that racket؟ racket يعني مضرب تنس. سعره قد إيه؟ يبقى أنا ماسكه في إيدي وبسأل البائع بقول له ده بكام. What is that animal؟ ما هذا الحيوان؟ Bring me that ball، أحضر لي هذه الكرة، أنا ما طلبتش أي كرة، أنا طالب الكرة اللي أنا بشاور لك عليها. Would you like these apples؟ هل تحب هذه التفاح يعني؟ You use this and these to point to people or things near you. بنستخدم this و these لما نشاور على حاجة قدامنا أو أشياء أو أشخاص قدامنا، لكن this المفرد و these للجمع. بنستخدم that و those to point to things or things to people or things that are farther from you. Farther معناها أبعد، يعني بنستخدم that و those للحاجة البعيدة، that للمفرد و those للجمع. Use this and that before singular nouns، يعني singular يعني مفردة. This و that و these و those بنستعملهم للplural nouns اللي هي الأسماء الجمع. Here is a table to help you remember the rules. بالراحة كده، كلمة singular يعني مفرد، plural معناها جمع. Singular بستعمل فيهم this و that، والplural بستعمل فيهم these و those. بعد كده interrogative determiners بنستخدم فيهم الكلمات دي what, which, whose، بنستعملهم قبل الأسماء علشان نسأل عن الأشياء أو الأشخاص. To ask about people or things. الكلمات دي بنسميها interrogative determiners أو interrogative adjectives. Adjectives طبعا زي اللي قلناها فوق معناها صفات. لما أقول what size do you wear؟ ما الحجم أو المقاس اللي انت بترتديه؟ مقاسك كام في الجزم؟ What size do you wear؟ What معناها ماذا؟ What kind of bird is that؟ What kind معناها ما نوع؟ يبقى what معناها ما أو ماذا؟ What kind of bird is that؟ ما نوع هذا الطائر؟ What time is it؟ الساعة كام؟ What color is her chair؟ is her hair؟ يعني ايه لون شعرها؟ What kind of clothes do you like to wear؟ ما نوع الملابس اللي انت بتحب تلبسها؟ Which school do you go to؟ أي مدرسة تذهب إليها؟ Which doll is your favorite؟ أي دمية المفضلة لديك؟ Which road leads to the zoo؟ يعني أي طريق يؤدي إلى حديقة الحيوان؟ Which runner is the winner؟ أي عداء هو الفائز؟ Do you know which girl won the prize؟ هل أنت عارف أي فتاة كسبت الجائزة؟ Which معناها أي؟ Whose footprints are these؟ يعني ملك من أثار الأقدام دي؟ أثار الأقدام دي بتعود على مين؟ Whose baby is this؟ طفل مين ده؟ Whose dog was barking in the middle of the night؟ كلب مين اللي كان عمال ينبح في نص الليل؟
يبقى تاني بستعمل whose لما نسأل عن ملكية حاجة معينة، بيجي وراها الشيء على طول. whose footprints يعني أثر أقدام، whose baby طفل صغير، whose dog كلب. بعد كده possessive determiners بنستخدم فيها my, your, his, her, its, our, their. دول كلهم بنسميهم possessive determiners أو possessive adjectives زي ضمائر الملكية بالعربي. نشوف الجملة دي، يقول لي I lent Margaret my guitar، يعني أنا سلفت Margaret الجيتار بتاعي. يبقى my guitar اللي هي ملكية لـ I، لما أتكلم عن ملكية ليا أنا هستعمل الضمير my. هنا the dentist asked his patient to open her mouth، يعني طبيب الأسنان طلب من المريضة بتاعته his patient to open her mouth. ليه استخدمنا her mouth؟ علشان تفتح فمها. her mouth her دي بتعود على she. يبقى باختصار my بستعملها للضمير I أنا، your بستعملها لأنت لما أقول your car يبقى عربيتك، his car عربيته بستعمله الهوى he، her يعني هي، her car يبقى عربتها، its بستعملها للملكية الغير العاقل لما أقول its tail يبقى زي لها زي القطة مثلا، our car عربيتنا يبقى our دين ضمير نحن، their معناها هم بستعملها للملكية لهم لما أقول their car يبقى معناها عربتهم. أول جملة is this your house، هل هذا منزلك؟ your house. Robert your handwriting is difficult to read، خطك صعب ان هو يتقري. your handwriting لاني بكلم روبرت يبقى بشاور عليه بالضمير انت. Michael is showing his tortoise to his friends، بيوري السلحفة بتاعته لاصدقائه، استعملنا his. my sister lost her way in the city، my sister lost her way يعني تاهت في المدينة، lost her way. the lion is chasing its prey، يعني الاسد يصطاد او يطارد الفريسة بتاعته، its prey حطينا its لان lion غير عاقل. singular بستعمل my your his her its، my مع I your مع you his مع he her مع she its مع غير العاقل. plural our لنحن اللي هي we، your اللي هي طبعا you معناها أنت أو أنتم، their طبعا بستعملها بدل his و her و its في plural بمعنى هما.